فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفأؤلمه ذلك؟ قال: بلى، لأن جبريل أخبر النبي، لأن الله قال له: لو أبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا للقيته بقرابها مغفرة. هذا كان بين من؟ بين جبريل ورسول الله. ثم الرسول قال، سأل جبريل: هل أؤلم ذلك؟ سأل به، فقال: بلى. فألمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاه سيئة فمات. لما أخبره بهذا الخبر، ساه هذا الصعب سيئة واهلة فمات، رضي الله عن سالبه وعن سالبة رسول الله. خاف من ذنب واهل، فلقي الله وهو عنه راض، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخسله وكفنه. فجعل رسول الله يمشي على أطراف أنامله، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال: والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع رجلي على الأرض من كثرة أجنحة من نذول الملائكة لتسيئ سألم ابن مالك ابن أنس. لم يجد النبي مكان ليدع قدمه بكثرة الملائكة. علينا أن نتوب إلى الله أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، علينا جميعا أن نتوب إلى الله، وأن نعلم أننا ما خلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أين المحبة بين المسلمون؟ أين المحبة بيننا؟ أين الصلاة؟ والصلاة ينادينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سكرات الموت: أوصيكم بالصلاة، أوصيكم بالصلاة. هل نحن أملنا الوصية عباد الله؟ أم أملنا المقاهي؟ أملنا الشارع؟ أملنا شرب الدخان؟ أملنا أوقاتنا كلها في الصار وفي المقاهي والمسجد الخاوية في قرية لا يصلى المسجد الفجر في مسجد الصلاة الفجر مسدود، في استراجة مسجد أقسم برب الكعبة في المسجد صلاة الفجر مسدود. نحن مسلمون، المسجد مسدود صلاة الفجر. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، الصلاة خير من النوم. نحن نجيب الذين لا يعمل لا يذهبون إلى العمل: النوم خير من الصلاة، والذي عنده أذر يذهب إلى العمل: العمل خير من الصلاة. والنبي يقول: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. أقسم بالله أيها الإخوة، هذا المسجد الذي نحن هنا لا ترى أحد هنا صلاة الفجر. مئة مسلم، من أراد أن يجرب فليجرب. مسجد 100 مسلم، أقسم بالله لا تجد واحد. صلاة المغرب 3-4، صلاة العشاء 4، لا نزكي أحد. عندنا أناس نسأل الله أن يكثرنا أمثالهم، هم الذين يعمرون المسجد والآخرون أين هم؟ ونحن نريد الفردوس، هكذا ندخل الفردوس. أقسم بالله هذا المسجد صلاة الفجر غالب لا أحد.